قصة مأساوية تلك التي عاشتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حامل الشهادات بالمغرب مساء أمس الأحد في العاصمة الرباط. بعد وفاة أحد أعضائها إثر سقوطه من سطح إحدى الوزارات، وهي القضية التي امتدت تفاعلاتها اليوم إلى البرلمان، حيث قدم نواب طلبات استجواب للوزير المقاء في حين طالب ناشطون بإقالتها. داخل وزارة التنمية هذه اللي كان هو الأخ صابر في حالة حرجة، واللي حملت المسؤولية شخصيا أنا الوزير نهار الخميس في حوار المشروع ديالها، وقلنا لها بالحرف الوحيدة. صابر الحلوي 25 عام، طالب مكفوف ينحدر من منطقة مراكش، حاصل على الإجازة بكالوريوس في الأدب العربي. دأب ويفقه على المشاركة في وقفات احتجاجية واعتصامات أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي ترأسها بسيمة حقاوي عن حزب العدالة والتنمية. هذه المطالب تتلخص في الحصول على عمل عبر الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية. وتطورت الوقفات الاحتجاجية مع حلول سبتمبر الماضي وتحديدا يوم 26 منه، حيث اقتحم عدد من المكفوفين العاطلين عن العمل مبنى وزارة التضامن وانتقلوا إلى سطحها واعتصموا هناك مهددين بإحراق أنفسهم في حالة تدخل السلطة لإخراجهم. وتساءلت تقارير إعلامية مغربية عن الكيفية التي نجح بها المحتجون في اقتحام الوزارة، وهي مؤسسة عمومية يفترض أنها محمية من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة. هذا عبر الوقت صار 15 يوم اضرب هذا 15 يوم الوزارة ديالها مقتحمة وما قدرتش. ونشر المعتصمون في سطح الوزارة فيديوهات يحكون فيها عن معاناتهم مع الأمطار والظروف الجوية الصعبة، منددين بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم. لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب مساء أمس الأحد بعدما سقط صابر الحلوي من سطح الوزارة. ويحكي زملاؤه المكفوفون وبعضهم من ضعاف البصر أنهم لم يعرفوا في البداية أين سقط، فبدأوا يصرخون ويطالبون الأمن بالتدخل، فأتت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى. وتضاربت الرواية بشأن وفاته، إذ ذكر بعضها أنه توفي في سيارة الإسعاف، بينما أكد البعض الآخر أن روحه صعدت إلى بارئها مباشرة بعد سقوطه. وأكد التشريح الطبي أن الوفاة حدثت نتيجة سقوط عرضي من سطح وزارة التضامن، وهو ما أكده زملاؤه الذين قالوا إن الراحل كان يجري مكالمة هاتفية ولم ينتبه لحافة سطح البناية فسقط. ونشر رفاق الراحل فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون فيها المسؤولين بكلمات لاذعة ويحملونهم مسؤولية ما جرى لصابر الحلوي، ويدعون لإقالة الوزيرة بسيمة الحقاوي. يبقى السؤال المطروح، متى ستهتم الدولة المغربية بهؤلاء المكفوفين لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل؟